يا الله وين صار المات بعد لهلا ما جاب الاكل؟ بلس يو بيرسي حبيبي شو بك بكشي؟ بدخيري بخدخديد. سلامتك ليك قلبي ليه ما جبت الصور معك؟ بطلعت الصورة حبرة لأنه أنت مش طالع فيها حلو. بس قولي ما كنت مركز. طب خلص مثل ما بدك. هالقد موجوع؟ متضايق؟ في قدي خدي هود. ايه جماعة ولا مرسي مرسي متر. هذا البرا بندورة. برا بندورة. طيب بليز هذا البعل بندورة. فيك بدي ملح حمول معروف. ملح؟ ايه ملح ملح بيتر ملح ملح. شي تاني؟ لا ملح ملح. بون ابيتيت. ميرسي. بون ابيتيت. ميرسي. ميرسي. ايه بعدين شو بدك تعملي مشان عشيه؟ ما تبزق علي حياتي، شو قصتك؟ مين عم ببزق عليك؟ مش اذا ما بعرف شو بيك مرشح مدري شو صاير لك. لا ما بزق. لحظه. يي 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 شو ها ليك؟ نيا بس 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 مات. سوري متر. بتر هذا الملح ما له عازي هلا الملح. متر شو هذا؟ جريك سالاد. ايه جريك سالاد. بس شو في بقلب الجريك سالاد؟ شو في؟ شو هالدباني ها؟ هاي ام الدبانات كلهم عم هالقد؟ يعني فعلا شيء مميز كتير كتير حلو بياخد العقل. سامبا كتير. في احلى منها يا جماعه؟ واحد يطلب صحن سلاد ويطلع له بقلبه دبانه؟ ماشي الحال هلا. مش ودباني مش حيلا دباني هالقد؟ قد الدبور؟ حلوه كتير. بس ماشي الحال خلص انه معلش ما الدباني بتفتح القابليه شو بك؟ ايه بس انه ما في لزوم تعلي صوتك كمان يعني. لا معلش بدي اعلي صوتي خلي الناس تعرف الحقيقه. ها في دباني بقلب صحن السلاد. صح حلو. شو هالروعه؟ شو هالمحل اللي بجنن؟ هلا هو لا شغله ما في لزوم كمان انه طلع لك دباني بس انه ما بدك الا هالقد يعني. شو هالمحل اللي بياخد العقل انه واحد يطلب صحن سلاد ويطلع له بقلبه دبانه؟ ايه بس مسيو معلش بالعمليه معلش ما في لزوم تعلي صوتك هلا وتصير الزبونات كلها عم تسمعك انه في دبانه بصحنك يعني ما في مالها لزوم. ما بدك تخلي الناس تسمع؟ ما في لزوم كمان كل الزبونات تسمع انه طلع لك دبانه بصحنك يعني. ليه بقى ما بدك اياهم يسمعوا حبيبي؟ لانه اذا سمعوا هلا بصير كل واحد بده دبانه بصحنه يعني. ايه ف نعم مشي حالك فيها. لك تعشي للصحن خلصني خلصني.